مساء الخير، كل عام وانتم بخير وايامكم سعيده، وان شاء الله هي عيد ربنا سبحانه وتعالى العيد على الجميع باليمن والبركه. ولابد ان نهنئ قياده قطر بقياده سمو امير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني وسمو ولي العهد الشيخ جاسم بن حمد ال ثاني وسمو رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ عبد الله بن خليفه ال ثاني. ونتمنى لكل شعب قطر والمقيمين على هذه الأرض الطيبة عيد سعيد وأيام مباركة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، في هذه السهرة التي أتمنى أن تكون طيبة عليكم وإن شاء الله تنال رضاكم، معي كوكبة من النجوم التي تلألأت في سماء الدوحة، كل في طريقته وكل حسب اختصاصه. هذه الليلة سيكون معنا مجموعة من الإعلاميين، مجموعة من الفنانين، وأيضا مجموعة من اختصاصات مختلفة. خلينا نتعرف عليهم. نبدأ بالأستاذ محمد كريشان. الأستاذ محمد كريشان إعلامي بارز، وأكثر ما يدهشك بالأستاذ محمد كريشان أنك عندما تتحدث إليه لأول مرة تتصور وكأنك تعرفه طول العمر. هذه الروح الصداقية العالية وهذه الشفافية الموجودة في شخصيته مميزة تماما. ننتقل على يميني، عندنا نجمة الفضائية الأردنية سابقا ونجمة قناة الجزيرة حاليا، هي غنية عن التعريف، السيدة منتهى الرمحي. السيدة منتهى كانت يعني مثال لمذيعة المنوعات في الأردنية. أنا لما كنت في عمان كنت أحرص على مشاهدة برنامج يسعد صباحك. يسعد مسائك يا منتهى وأهلا بك. نعود إلى الجهة الأخرى ونلتقي بإعلامي يمكن يكون قطري أكثر مما هو أي شيء آخر، وهو الإعلامي البارز أيمن جادة. أيمن معروف لكم أكثر مما معروف إلي أكيد يعني، واختصاصاته كثيرة أو إبداعاته كثيرة في اختصاصات مختلفة، لكنه يصر على الإعلام الرياضي وراح نعرف الأسباب الموجبة لذلك. خليك انت صغير بعدك، عمرك الإعلامي 4 سنين بس. المفاجأة اللي معانا أيضا، خلينا نكتفي بالدوحة وبعدين نحول إلى المفاجآت، ولو هي ما عاد مفاجأة لأن بينتوا بالشاشة. الخطة فشلت شوي. نقول هدى، هدى حسين نجمة تلفزيون قطر الذي لا غنى للتلفزيون عنها بالتأكيد. كانت نجمة متلألئة جدا في رمضان الماضي. المسلسل الرئيسي بالتلفزيون كان من بطولتها، الفوازير كانت من بطولتها، وبرامج الأطفال أيضا كانت من بطولتها. فحيوا معي هدى حسين، واللي أتمنى أن يكون عندي أخت مثلها بس مع الأسف هي مو أختي. هذا سؤال يتردد. ها هدى حسين أخت أمل حسين؟ إيه؟ يا ريت، بس مع الأسف يعني هي مو أختي. مفاجأتنا اليوم الجمال والفن والخفة والفن الشبابي والذكاء والوسامة ما شاء الله. معنا أولا نوال الزغبي، ونوال أصبحت الآن نجمة متلألئة أيضا، مو بس في سماء الدوحة، في سماء الدوحة مؤقتا، ولكن في سماء العربية بشكل عام. وقنبلة الشباب الله يسكر. أنا قلت قنبلة قبل يا ساتر يا رب. إحنا تونا سامعين من منتهى أنه راغب على من صاب بطلقة نارية، لأنه شطب قنبلة. لا ما أنت أصبت. رامي عياش ظهر نجمة وتلألأ وأصبح قمر من الأقمار اللي نشوفها بسماء الأغنية العربية. رامي عياش رغم ظهوره السريع إلا أنه انتشاره كان واضح وحضوره كان ثابت. هذه خالد، خالد يعني هي ختامها المسك. خالد بعد ابنكم وتعرفونا ومو غريب علينا جميعا، خالد إعلامي في مجال البرامج الرياضية، عمره في عمر الإعلامي حسب ما قال لي قبل شوية 4 سنين، يعني بعد تو يمشي بس متوقع أنه يركض في يوم من الأيام. أنت سبب بلوى. شكرا. بس أنا اسمحوا لي عيد الجمهور العربي وخاصة القطري، وبقولن ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب، وللموجودين كمان،
وفي شغلة أنا امبارح سألتك إذا مدام أمل مدام هدى هدى إذا أنتوا إخوة أي أنت سألتيني صح بقى هي كل قطر مفتكرينكم أنكم إخوة صح احنا على طول نسأل نفس السؤال وهذا يسعدني حتى لو أقول أختي يسعدني والله يا ريت أنا أتمنى يكون عندي وقت أشكر ولا أكو ناس يصرون يعني ناس كأنهم متأكدين يعني لم تلده أمك لأنه في فيديو كليب لإلي مش موجود مع الاخت امال أي. قلت لها انه يمكن موجود معك أي. مع اختك قالت لي لا بس هو فعلا عندك الفيديو كليب اللي هو ولا بيهمني لا مش معي زين ايش جابه يمها شنو القصه لا ماني عارفه هذه قصه لازم اعرفها ايش حكايتها يعني ما ادري هاي بعد البرنامج نحاول نحل المشكله راح نبدي بالاستاذ محمد طبعا احنا هسه قطر الاردن لبنان عراق سوريا تونس واحتمال يجينا حيدر عبد الحق حتى يشد من ازري شويه شبه جامعه عربيه مصغره ممكن نسوي اللي نريده هسه مو يعني ممكن نسوي اشياء ما موجوده راح نسوي قناه فضائيه يا ريت الفضائيين بناخذ قرارات الجامعه لا احنا هنا ناخذ قرارات احنا في هذه الجلسه راح نسوي قرارات اللي تعجبنا بس طبعا اول ما نطلع من هنا انسوا يعني راح نسوي شنو جامعه عربيه لا راح نسوي قناه فضائيه هذه القناه الفضائيه مطلوب ان يكون استاذ محمد كريشان مديرها باظت القناه هذه عربيه بس مايكروفونك وداها القناة الفضائية هذه عربية وراح تكون موحدة وراح يكون صوت لكل بلد عربي بيها وكادرها من كل الأوطان العربية والبلدان العربية إن شاء الله ومطلوب منك أولا اختار لنا مكان البث مركز البث وين ممكن يكون هو الأكيد ممكن قبل الجزيرة كنت أقول لك على طول في أوروبا بس صار استثناء الجزيرة في الدوحة يعني ممكن تتكرر في بلد عربي آخر يعني مش بالضرورة اللي حب يقول كلمة حرة أنه ضروري يهاجر يعني ربما الجزيرة بداية خطوة أنه واحد ممكن يعمل صحافة جيدة وما يطلع من بلده فخلينا نقول في إحدى العواصم العربية بس مين هي لا حدد لا ما يصير تحدد ما يصير؟ لنا لا ما يصير احنا نريد قناة معالمها واضحة وصناع القرار بيها حاسمين وما يقعد يقول لي يمكن ما يصير طالما الاخوه في قطر تحملوا الجزيره فيهم يتحملوا المحطه هذه المحطه الجديده الاخرين طالما ما تحملوش يطوروا قنواتهم ما فيهم يتحملوا المحطه اللي ممكن نعملها انا خلينا في قطر اللي اعطاه جائزه احسن صحفي ابد ما قصر يعني يمكن تعرفون انه محمد كريشان هو افضل صحفي وحائز على جائزه من هذا النوع و أسأل السؤال هذا هسه ولا بعدين أخي نخلص السؤال الأول فضلي. السؤال الأول يقول أنه أنت لازم تختار كادر هذه القناة من مذيعين الأخبار اختار لنا كادر من 2-3 يعني ما نكثر بعدين عود من اللي موجودين في في العالم العربي في الساحة الموجودة يعني نختار زميلتي ليلى الشيخلي اللي في التلفزيون MBC اللي هي زميلة عزيزة جدا واشتغلنا مع بعض في لندن ومعهم المذيعين الرياضيين ولا بس اول مره بدي اخذ لنا اخبار وبعدين شوي ناخذ محمد كريشان بالتاكيد والنعم ولا انا مدير المدير يصير يقدم اخبار احيانا نصير لا يعني خلينا جد لا ناخذ ليلى الشيخلي واحد ناخذ منتهى الرمحي مش لانها حاضره يعني منتهى والنعم منها وناخذ محفوظ بن حفري اللي هو مذيع اخبار في MBC واعتبره يعني مقصرين في حقه يعني اعتقد انه مش ماخذ فرصته كما ينبغي يعني ثلاثه مذيعين يكفي ولا انت اخترت سيدتين اختار لنا بعد واحد صوت اخر رجالي يعني جمال ريان جمال ريان اوكي اذا تختار لنا مقدم متميز لبرنامج متميز من خلال هذه القناه الجديده اللي حابه تفرض نفسها يعني ممكن يكون ايمن جاده
ورياضه. لا هو رياضه بس يعني لا لا احنا لا هو لا مصر على اختصاص رياضه. هو يعني هو اي منجاد ممكن يقرا نشره اخبار من ابدع ما ممكن، وانا متاكده هو ممكن يقدم برامج منوعه من ابدع ما هو ممكن. على فكره بس هو مصر على الاعلام رياضه. وعلى فكره لما واحد يكون عنده فريق مثلا حتى كره قدم، اذا اللاعب مصر انه يكون، طالما هو لاعب ويكون مصر على انه قلب دفاع، اذا المدرب شايف انه ممكن ينفع قلب هجوم يراهن عليه ويحطه قلب هجوم، اذا مش الحال يتأكد انه خيار انه خياره مضبوط. كويس انك مش مدرب كره قدم. كثير اخبار ونجحوا بانهم يقدموا البرامج هذا صح منوعات صح. فممكن يكون ايمن جهاد مقدم برامج متميز. زين مدير القناه الفضائيه هذا مطلوب منا ان يلتقي رئيس دوله عربيه باول برنامج يقدموه على هذه يعني لقاء على الهواء مثل ما يصير، اي رئيس دوله عربيه تختاره وليش؟ والله نختار حافظ الأسد. ليش؟ لأنه في ظل طبقة التسوية اللي ماشية في المنطقة ظل هو نشاز عليها، أو خلينا نقول مش ماشي فيها كما يراد له أن يسير فيها، فممكن يكون لقاء معه عنده نكهة خاصة. طيب لو اخترنا فنانين لإحياء حفلة ولادة هذه المحطة من تختار؟ أختار وديع الصافي. أيوة اختار كاظم الساهر. حلو. فنانه ما تبوع على نوال تقول راس النوال. اي لا لا والله مش مجامله اختار نوال. اختار مطربه تونسيه لم تلقى صدى كبير، وهي ذات صوت عذب جدا بس ما نشحتش بشكل كبير لاسباب مختلفه، اللي هي امينه فاخت. صح. يعني تكون ضمن الموجودات. اوكي تحكمون عليه مدير قناة فضائية ناجح؟ انا بس تسمحي لي بمداخلة صغيرة بس روحي مداخلات اكيد طبعا حكاية يعني انه ما تعودنا كثير نكون ضيوف انا لكن الواحد الفضول يعني احيانا ياكله مثلا تعرف قبل شوية لما كانت النقاشات محتدة من كل جانب حولي قلت يا ريت هسا نسجل لأنه النقاشات هذه الحارة احنا الآن موجودين على الهواء يعني؟ طيب انا سؤالي يعني انه لاحظ دائما في تونس محمد في حب للغناء الاصيل والغناء التطريب، يعني القدود الحلبيه نجحة جدا في تونس، الاغاني القديمه وديع الصافي، اللون هذا التطريبي من الغناء، لماذا بالذات تونس ربما من البلدان العربيه القليله اللي تركز عليه او تجده موجود عند كل شخص تقريبا؟ والله انا ما اعتقدش انه متميز تونس بس، يعني انا اعتقد انه لما سوريا يمكن فيها قيود الحلبيه يمكن في يعني بالذات تونس انا المس انه كل واحد يحب لازم في عنده الاغاني القديمه هذه او موجوده في جانب في ذاك، لانه المفارقه انك ممكن تجيب مطرب جيد في تونس ينجح وتجيب مطرب هايص ويهيص وينجح ايضا وينجح هو إيه. فانا تقديري انه لكل واحد جمهوره، وعلى فكره ممكن تلاقي واحد، انا كنت نعرف صديق مصري عزيز جدا يحب كثير ام كلثوم ويحب احمد عدويه ومتمسك فيهم الاثنين، يعني فمش بالضروره اللي يحب الفن الراقي يكون معادي بالضروره. لا بس ايمن قال نقطه صحيحه، لانه انت تلاحظين كل المطربين اللي يبداون من تونس عاده اي مطرب جديد يطلع لازم يبدا بغناء الموشحات والادوار. فتعرفين امكانياته، لكن للاسف بعد ظهوره على الساحه ويبرز اكثر يبتدي يغني. يمكن نسأل نوال عنها يعني سو عاوز كذا يمكن. لا لا لا, لا, لا هل فعلا سو عاوز كذا؟ لا لا من زمان يعني في كتير فنانين بيبقى عندهم مقدرة صوتية رهيبة بس بيغنوا اللون الشعبي بتطريب كمان، يعني بتقول اه على شغله يمكن بدك ترقص عليها بس بتقول لها الله شو عم بغني حلو. يعني مش من الضروري انه اذا ما غنينا اغاني طويله و انه ما نكون مثلا فنانين او ما نوصل لقلوب الناس. يعني كل شغله بس اللي عم تقول هدى انه الطرب، ما هو احنا ما بنقول انه لازم تكون اغنيه طويله حتى تكون اغنيه بتطرب، ممكن الكلمات نفسها اللحن. يعني انا لا عم بشوف أكيد بالفن كله نطنطه في نطنطه لا بس عم بنحافظ على اللون على يعني على الموضوع قليلة هذا من الفنانين وعدد قليل من الفنانين والا الباقي يعني بتقدري تقولي انه عدد كبير منهم. لا انا عم بحكي عن الناس اللي بعضها محافظه. ما هو يعني عفوا لو قطعتك، اعتقد ان المتميز هو الاكثر نجاحا.
طبعا واللي يعني يرجع لاصول الطرب والغناء الصحيح هو الذي يكون اكثر نجاحا رغم موجه الغناء. ما بعيش فتره وخلص بندثر بيستمر على طول بضل الناس في عندك كثير فنانين بدون ذكر اسامي لهم يمكن 20 سنه وبيغنوا اللون الشعبي وبعدهم يعني سوبر ستار لحديت هلا يعني هول مش معناتها ما عندهم اصوات حلوه مش معناتها عم بيقدموا الفن الهابط لا معناتها عندهم اصوات حلوه وعم بيقدموا الفن المتميز والفن الحلو واللي بيوصل لقلوب الناس يعني انا مش من الضروري اغني مثلا اغنيه طربيه حتى اقدر اثبت نجوميتي كل واحد له لون مختلف اذا كلنا غنينا اغاني طرب طب في ناس كمان بحاجه انها تسمع اغاني يمكن بدها ترقص عليها او تفرح عليها او تشعر بانه هي بغير دنيا يعني لازم جيل كامل كل واحد بحب اغاني الخفيفه يعني جيل كامل ما بحب يقعد يسمع او انه يطرب اذا تحط له اغنيه طرب يمكن ما يستوعب شيء من اللي عم بس بتصور انه حضرتك اذا سمعت اغنيه هلا لفنان معين اوكي اغنيه يمكن هلا الناس حبتها بس اكيد فيها اداء جيد فيها كلمه جيده موضوع جيد بتصور الا ما تمشي مع هالفنان هيدا او هالاغنيه هيدي يعني معناتها انه في اصاله وفي شيء جديد عم يتقدم احلى شيء بالنسبه لي هاني انه واحد يجيب ضيفه من المذيعين لحد يستمع جيد ويستمتع وبنفس والله احلى شيء يعني انا راح احرص منا ورايح انه كل ما يكون عندي برنامج يكون اما مذيع او مذيع معي يعني بتعرفي مثلا اوقات كثير بيبقى صحفيين او مذيعين عم يسالوا نوع من هالاسئله هيدي وعم بيهاجموا الاغنيه الجديده والفنانين الجداد وما بتلاقيهم الا بسهراتهم، طب انت ما بتحب هالنوع، طب ليش بتشتري الكاسات وليه بتروح تحضر لهم حفلاتهم؟ يعني هو مجرد انه هو بده يبرز حاله بطريقه انه عم بيهاجم هالفنان، يعني هو يابا انه في شيء عم يعمله هو، بس بالعكس يعني الناس بما انه هالفنان عنده جمهوره وهالفنان متميز وله تاريخ فني لا بأس بس مدام نوال ما ننكر انه الموجه خصوصا بوجود الفضائيات الموجه الاخيره اللي اغرقت انا البارحه صارت عاده عندنا كلنا ريموت كنترول وعلى التلفزيون على الفضائيات عيد اوكي وما تشوفي شيء في النهايه لا هو اكيد ما تشوف شيء طبعا هذا المرض صار بس قليل تحفظي او تحسي بهالشخص اذا مميز او لفت لك انتباهي ما هي هذه بس في ندره صح في مطرب في مطرب بيطلع ولو انه بغني اغاني شبابيه وخفيفه بس بعلم الفنانين اللي مستمرين يعني لحد احنا برنامجنا مو على الشغل لا هلا في كثير اكيد في الفنانين اللي عم بيقدموا شو ما كان المهم حتى ينشروا وفي الفنانين اللي فعلا هي رساله الفن عندهم رساله يعني هول بس متميزين ومحبوبين اكيد طب هي اللي صار اذا ما كان في الوحش مش حيبين اكيد فتشوف الكل الجماهير العربيه كانه في قنوات فضائيه مختلفه كل الناس يقمزون كل الناس يرقصون كل الناس يصفقون كل الناس يغنون الا تعتقدي انه هذا خطا الفضائيات اكثر ما هو خطا بعض الفنانين حتى الفنانين الضعاف هذول هذا باب رزق وفتح لا له. انا برايي الفنان له كثير دور بهال الشغله هيدي والفنان الضعيف والبلد ونوال يعني حد والفنان الضعيف لما تحكي على واحد لازم يكون والفنان الضعيف اذا وجد بيعمل شيء عندنا في بداية حياته قالوا له كيو إذا على الميكروفون وإذا على الكاميرا أول كيو سمعته محمد كريشان شنو؟ وين؟ لا يعني شنو اللي قلت وراها؟ قالوا لك كيو شو سويت؟ والله قريت خبر أول كيو
كنت مذيع نشرة أخبار. أيوه. بدون تدريب؟ لا، هذه أول كيو سمعتها بالتدريب. بالتدريب كانت؟ في التدريب الكيو الأولى اللي سمعتها. وكانت نشرة أخبار. وكانت نشرة أخبار. كنت متدرب. زين، أول كيو أنت محترف شنو؟ بعد نشرة أخبار؟ برضو نشرة أخبار. أكيد نفس الشيء. ما قدمت برامج متنوعة؟ لا، قدمت برامج إذاعية سياسية. يعني مسجلة برامج سياسية إذاعية. زين، هذه يعني وجهة نظرك إنه الإنسان الإعلامي يكون متخصص أفضل ولا يكون؟ والله هو التخصص مطلوب، يعني انه يعني الان اذا في صحبي يدعي انه موسوعي مش صحيح. يعني يعني كل ما كان متخصص، بالطبع لم نصل الى درجه التخصص المتطوره جدا، بمعنى مثلا يقول لك انا صحفي ثقافي مختص في السيناريو السينمائي مثلا. بس اذا كان مثلا واحد مختص صحفي رياضي او صحفي في السياسه، مختص اكثر في قضايا الشرق الأوسط أو في المغرب العربي، كل ما يكون مختص كل ما يكون أفضل. يعني بطبع. لو قالوا لك قدم برنامج منوع مثل هذا؟ لا، ما تقدم. ما أقدم. لا. ضيف بس. ما أقدم. ما أقدم. ليش؟ يخاف من عندنا. يعني أنا يعني أولاً ما جربتش فيها حالي، وبالتالي ما لا أريد المجازفة. نحب لما نحط رجلي نحطها في مكان أنا واثق من نفسي فيه. بس ممكن لو أطيحت لي فرصة على سبيل التجربة ربما أخوذها. لما يصير مدير يسجل حلقة. لكن وقت ما حد يقول له مدير، يعني كله يساعده في المونتاج وفي الأشياء وبعدين. إنزين خالد، أول كيو قالوا كيو؟ أول كيو من الأستاذ أيمن جادة، كان يدربني في استديو 37 في تلفزيون قطار. قال لي كيو. وش قلت انت؟ قلت كان عندي اول خبر عن الدوري الفرنسي اعتقد. اها. فبيت عادي، وبعدها ما ادري ايش سويت، فقال لي الاستاذ ايمن قال لي دونت جامب. اها. يعني لا تقفز، انت قاعد تعطي من عندك فلسفه، اقرا الخبر فقط. اينا. فبديت هذه اول كيو. ثاني كيو اعطاني احمد الناجم. لا، اول يكفي. اي اول يكفي. بس واحد يكفي. استاذ ايمن، اول كيو حقيقه اذكره كان في الاذاعه. كان في برنامج رياضي في الاذاعه السوريه، في اذاعه دمشق. برنامج رياضي طبعا كان تسجيلي، يعني يسجل صباحا ويذاع مساء او ظهيره ويذاع مساء. فهذا اول كيو على الاطلاق. ايضا في اول كيو على التلفزيون اذا تحبي، ايضا كان تسجيلي في ريبورتاج عن الخيل. انزين، ليش تركت كل الاختصاصات وتي؟ يعني شنو علاقه الرياضه؟ هل هي قدر ام اختيار؟ لا، اختيار بالتاكيد، اختيار واختيار، يعني عن سابق تصميم وترصد واللي تحبيه. الحقيقه يعني انا من بدات في الرياضه، وحتى بتذكر يعني انا بدات اعمل كمذيع في الاذاعه وفي التلفزيون قبل ما اعين كمذيع رسمي. يعني بدات مثل ما يقولوا متعاون او على القطعه، لاني كنت صحفي رياضي. فتدرجت من الصحافه الى الاذاعه الى التلفزيون. ثم كانت هناك مسابقه لاختيار مذيعين، فانا يعني كان حرصي اني اكون مذيع رياضي، ولما نجحت في المسابقه وافقوا الساده المسؤولين وقتها انه ايمن للرياضه. انت رياضي؟ الحمد لله، لكن احنا الان نتكلم اكثر ما نفعل. اكيد. مدام منتهى، انا يمكن زي محمد، اول كيو كانت في التدريب وكانت على نشره اخبار. زين، خلينا نتجاوز التدريب، لانه فعلا هو عاده يكون اول كيو بالتدريب، يعني اول كيو حقيقي بمجال المهنه. يعني في نشره اخبار بعد. بس انا بختلف عن محمد شغله، انه انا اشتغلت سنتين ونص او ثلاث سنوات في نشرات الاخبار. بعدين حسيت انه الاخبار يعني ما بتعملك نجم، ما بتعملكش مذيع انت ناجح. يعني مهم تعمل برنامج حتى تتفاعل مع الناس، يعني الناس تعرف انت شو بتحكي، لانه الاخبار انت بتقرا ما يكتب لك، ولا يسمح لك بالتدخل الا في حدود، يعني رئيس التحرير بيكون معطيك الاذن، والمدير بيكون قايل لك انه بسمح لك تتدخل او لا. اما البرنامج انت بتحط شخصيتك فيه، بتحط حالك يعني. فكنت حابه يعني اطلع للناس انا منتهى، يعني مش بس مذيعه اخبار. فعملت برنامج يسعد صباحك لمده سنتين ونص كمان، الحمد لله كان فعلا برنامج يسعد صباحك يعني. كان من البرامج اللي يعطي فكره كامله عن الاردن بكل مجالاتها وبكل شرائحها، وعن العرب. صورنا مع نوال، صورت حلقه معك مظبوط. أيه. كان شعرك اطول اطول واشقر. اطول واشقر، غيرت شكلي انا. نسمع من هدى اول كيو، اكيد كان تمثيل. بالضبط، كان عمري 4 سنوات في تلفزيون لكو. صاحبه اذكر كيو. بس انتوا اعجز مني ترى، انا ماني كبيره بعدني صغيره. الابكر في العمر، عمري الناس ما ادري. كان عمري 4 سنوات في تلفزيون الكويت في مسلسل نوادر جحا، قالوا لي كيو فبلمت.
لا ما حكيتي. بلمت طردوني من الاستديو. عدل مو محسوبه ذلك. لا بس بعدين بكيت وزعلت ويابوني وصالحوني وعلموني شوكولاته. بالضبط بالضبط. وكان مع ممثلين كويتيين اي فصالحوني اوكي وقالوا لي كيو فمشيت سويت الخطوتين اللي طالبها المخرج بس. رامي انا اول كيو كان كتير كيوت ياباني بما انه مش ذاكره مش ياباني يعني انا مش ذاكره والله ابد ابد مع انه مو من قريب يعني ما صار هوايه هلا بس تصير حضرتك مدير رجع لملفاتي قل لي الله يخليك ما بتذكر والله اول ستوب كان باستديو الفن وكنت كتير عندي ثقه بنفسي وطلعت غنيت وقت أغني طرب قديمة و ذكريها كلمة عتاب كلمة عتاب يا حب للسيدة وردة عشان احنا ركزنا شوية هلا أنا قلي شي إنه تقريبا شي 6-7 سنين مش مغنيتها بس بحاول يعني قد ما في كل شي يطلع منش مقبول اليوم كلمة عتاب يا حب ترارا بتدور علي كلمة 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 عتاب وكل كلمة عتاب يا حب بتدور عليك كلمة 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 وكلمة عتاب وكلمة عتاب وكلمة كلمة من قلبي يا من نهاري لما لعبت بيا وبعمري لعب خدت ايه من نهاري لما لعبت بيا وفعمري لعب طلعت بعد الوقت بعد الورد بعد الوقت بعد الورد شوق وسراب وسراب يا حب بعتب يا حب عليك يا دوب يا دوب كلمة عتاب يا دوب يا دوب كلمة عتاب بعتب يا حب عليك يا دوب يا دوب كلمة عتاب يا دوب يا دوب كلمة عتاب من النار والعذاب من النار ده من النار والعذاب من النار يا دوب كلمة عتاب كلمة عتاب بس أريد أسألك يعني أنت غنيتي بالطريقة هذه أول ما قدمتي للجنة؟ يمكن أكثر كمان معقول؟ إيه لأنه معناها فاجأتيهم فعلا هن تفاجأوا من سنة كنت ضيفة استوديو الفن وحتى حطوا التصوير القديم للجنة لأنه نص اللجنة اللي كانت موجودة على وقتي كانت موجودة من سنة بقى كان رامي مشترك فيها رامي عياش بنفس نفس الحلقة الفترة عياش
سامع بهذا. طبعا رامي حطو عياش وحطوا عن باللجنه انه مثلا الاستاذ وليد غلميه انه مبهر، الاستاذ وليد روميو لحود انه كثير عطى، يعني ردود افعالهم ايه ردود افعال كانت جيده جدا لصار. اكيد اذا بالطريقه هذه يعني مبتدئه. رامي عياش معانا ودمه خفيف، ولما يصير بريك ولا ناخذ اغنيه يجيب كلام من وين ما ادري، يعني يعني لو ابقى وياه يمكن يكفي هو اللقاء. سامع باسم رامي عياش انت مو؟ ايه اكيد اكيد. زين ايش رايك هسه؟ بيقعد مع حضرتكم اكيد بيسمع كل شيء. ايش رايك رامي عياش يفحم القاعدين بشي موال؟ بدي اسمعكم موال للاستاذ وديع الصافي. صار الصوت احسن، صار صدى ها؟ بتحبني وشاهد بالبكي اكيد سامعينه حضرتكم. والله مش راح اعرف غني. ليش؟ بتحبني وشهقت بالبكي، بتحبني وشهقت بالبكي، وراس على صدري تكي. بتحبني وشهقت بالبكي، وراس على صدري تكي. قالت إذا بتحبني لا تروح ولا تغيب عني يا حبيب الروح. قلت لها زهقان لبنان، مش لبنان نسمات عم بتنوح بالوديان، وتلال شعلاني وجبال بتشتكي. بتحبني وشهقت بالبكي. حلو حلو. في هذه اللحظات يوصل حيدر عبد الحق. يا هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير طيب وسالم. حيدر عبد الحق ايضا معروف لحضراتكم من خلال تلفزيون قطر وقناه الجزيره ايضا. حيدر عبد الحق يعني انا اعرفه اكثر من كل الجماعه لانه اعرفه من هو عمره 8 سنين الكبرى. فحيدر ولد اعلامي غريبه يعني، بس دراسته واختصاصه تخرج امتياز من الهندسه المعماريه بامتياز على الدفعه كلها. فشنو علاقة الهندسة بالإعلام اللي أنت أصريت عليه؟ سؤال سألته الأستاذ أيمن، اختيار ولا قدر؟ هو بالتأكيد يعني واحد الإنسان مرات يتمنى شيء، تحدث أشياء كثيرة. الصوت واصل؟ لا مو واصل، واصل. على أساس عنده خبرة يعني. وبعدين قلوا له مايكروفوناتنا عنده خبرة. فلذلك من كملت الهندسة المعمارية. كنت أثناء الدراسة كنت أشتغل في إذاعة الأفن الأجنبية الموجهة كانت بالأغاني الأجنبية. فالعمل التلفزيوني، العمل الإذاعي، أنا بديت في عمل إذاعي ليس في عمل تلفزيوني. الجو عجبني يعني الجو العمل التلفزيوني لأنه دائما في عملية تجديد، يعني عملية أنه تسوي شيء اليوم لازم بكرة تسوي غيره، لازم تسوي غيره حتى لا تكون ممل أو تكون تكرر نفسك. فبعد ما كملت الدراسة الظروف اللي صارت أنه ظليت أشتغل في العمل بينما أسست مع أصدقائي مكتب للهندسة، فبقيت في العمل الإذاعي ومن ثم تحولت الى التلفزيون من خلال تلفزيون جديد اصبح في العراق اسمه تلفزيون الشباب. نعم. مجموعه شباب. ثم انضمينا للعمل التلفزيوني. فالعمل التلفزيوني شفته اكثر متعه من العمل الاذاعي، ولو لا يزعلون عليه الاذاعيين، لانه تعامل في صوت وصوره. الاذاعه دائما فيها صوت، فالصوت هو اللي يحدد. فالعمل التلفزيوني شاهدت انه فيها اشياء كثيره ممكن انه بالدراسه، عمليه الخلق، عمليه الابداع، عمليه انه تكامل الصوره، تكامل الاشياء كثيره كنا اخذناها في الدراسه ممكن كانت تفيدني في العمل. لكن الاتجاه الرياضي صار صدفة، لأنه كان أخي ماجد عبد الحق كان يعمل في المجال الرياضي، فصارت له ظروف أنه في أحيان كان يسافر وكذا، فالبرنامج أو الأشياء اللي كانت موجودة في الرياضة كنت أنا أكمل مكانه. فمن طلعت على التلفزيون شفت ردة فعل الناس أنه جيدة، يعني قالوا هذا الولد ممكن بس يتقبلوني. فهي هذه يعني شغلة مهمة في أي عمل تلفزيوني أو أي إنسان يطلع على التلفزيون. أكيد. أنه الناس تتقبله. نعم. فمن تقبلوني الناس ظاهر انه ان شاء الله في داخلي انه حاولت استمر واحاول اطور نفسي
فاستمريت في سبيل انه لكن عمل الوقت يعني ما تقدرين تجمعين تفاحتين في يد واحده. اكيد. لو الدراسه والاختصاص لو العمل التلفزيوني الرياضي. نعم. فاستمر في عمل التلفزيوني والحمد لله والشكر. هذه الشعبيه هذه تصير بكل البلدان. تونس شلون تكون؟ والله عشان صار لي زمان ما لعبتش العاب. بس في العاب لعبه معينه بيلتفوا هيك دائره. وفي ملك ووزير وما اعرفش كذا بيلعبوها بالشبشب احنا نسميها في تونس الشلاكه. نعم. يعني بتضل ترميها اذا جات الاثنين على وجه تصير انت ملك، اذا الاثنين على ظهرها تصير انت سارق، واذا واحده بواحده تصير وزير، ويصير الملك هو اللي ينفذ والوزير يحكم والحرامي بالطبع ياكلها هو. ويلعبوها بشكل جماهيري يعني. اي حلو. وبسوريا؟ سوريا يعني اعتقد الالعاب الشعبيه كثيره وموجوده في منطقه بلاد الشام اجمالا يعني، لكنها ليست مرتبطه بشهر رمضان او بفتره الاعياد او يعني على مدار العام يمكن بس توصل اوجها يعني بديت تنحسر يمكن الان الالعاب هذه في زمن العاب الفيديو والعاب الكمبيوتر والاتاري والاشياء هذه والكمبيوتر اعتقد يعني بدات تصبح جزء من التراث اكثر ما هي يعني شيء موجود فعلا في الواقع. صح. أخرامي تقول لنا على الألعاب في لبنان؟ في برنامج كتير اشتهر بكل البلدان العربية بتخسر إذا ما بتلعب. عن هيدا ال عن هيدا عن هيدا النوع عم تحكي حضرتك عنه؟ ريان تسألك عن الألعاب الشعبية اللي مارسوها الجماهير اللي مارسوها الناس يمارسوها ماديا يعني يلعبوها أو أنت بيبي يعني شنو كنتوا الألعاب عادة تلعبونها في بيروت؟ شنو الألعاب الشعبية القديمة اللي كانوا يلعبونها كبار السن مثلا يعني حين كبروا؟ يمكن ما كنت واعي عليهم للالعاب. انا بدي اسالكم بدي اسال اكبر مني سنا بلبنان لانه ما كنت واعي عليهم. ممكن ما لعبت وانت صغير فعلا يعني ظاهره اختفاء الالعاب في لبنان مكرسه اكثر من غير مكان لانه خيارات ترفيه كثيره موجوده. طبعا تنتعش هذه الالعاب بالبلدان اللي ما بها خيارات ترفيهيه كثيره فيضطرون يلجؤوا لها. يعني بلا ما لعب وهو صغير؟ ما لاعب بالمره. عم غني على طول. كنت لنا بالاردن ايش يلعبون العاب شعبيه برمضان؟ كنا سوا شو بك؟ شلون يعني؟ لا ما اعرف. ترنيم امل. لا امل وانت صغيره شنو كنت تلعبين؟ الالعاب شنو هي عندكم؟ لا انا قصدي الالعاب اللي يلعبها الشعب في شهر رمضان مثل المحيبس. يعني ليش قدمت المحيبس على اساس انا نموذج من العراق يعني؟ انا الحمد لله بلبنان موجوده النينه. اي طبعا النينه الى السده والقفا النينه. أي. البوز والقفا. ايه البوز والقفا وبيقعدوا بلف بشكل دائره. وبتلف القنينه السده عند مين بتجي؟ هو بده يطلب طلب من كعب القنينه بتجي. يعني هيدي اللعبه الوحيده المتذكرينها بلبنان لانه ما في كثير هالالعاب الشعبيه. ما بعرف ليه يعني. احنا كنا بالاردن نلعب لعبه يمكن قاسي شوي كان اسمها حاكم جلاد واحنا صغار. يا ساتر. نعمل اوراق عليها حاكم جلاد ونفتش ونص ونعمل بالاوراق هيك ونفتح واللي تطلع معه يسحب كل واحد ورقه. الحاكم خلاص الحاكم بده يسال يعني وين المفتش؟ يؤمر بقول له دور على اللص. يكون اربعه او خمسه اللي بنلعبها فبده يدور على اللص. لا اللص الحاكم بده يحكم عليه ممكن دائما بالعصا. يا ساتر. تدريب على الخدمه الامنيه بالبدايه. اذا ما لقاش اللص بنحكم هو سبع عصي. وكانت طول الليل يقوم الواحد ايديه حمر وبيض صاير. لا جد يعني مو لعب. خالد يقول لنا بقطر شو يلعبون؟ احنا انا واحد مني كنت اقضي وقتي مع الدراسه فانا شيء الله يسامحك يا صالح الغريب ما اعطيتني درس قبل ما ادخل هني البرنامج يسالون عن الالعاب الشعبيه بس كنا نلعب طاقيه طاقيه كنا نحبها وايد طبعا وكنا اكثر جلساتنا فيها نقعد على البحر طبعا الحين رامي ونوال يقول شنو طاقيه لا مش بالمحرم بالمنديل صح احنا كنا نلعب فيها نلعبها بالبنك يعني كنا نلعب العاب كثيره منها ان احنا كنا احيانا ندفن راسنا في الفرضه او على الشاطئ البحر يعني العاب كثيره. الناس وسائل الإعلام بهذه الفترة يتحدثون عن القرن الحادي والعشرين والألفية القادمة وبهذه السنة راح يصير اللي ما صار بالقرن الحادي اللي راح ينتهي على إن شاء الله يكون على خير إن شاء الله يا رب على الجميع تتصورين على خير يعني إن شاء الله يكون في تفاؤل بالموضوع إن شاء الله لا مو إن شاء الله تقولي لي توقعاتك المضبوطة يعني أنت ممكن تتخيلين راح يصير
مما يغير حياة البشرية في القرن القادم. أنا كتير متفائلة مع أنه يمكن الوضع الحالي شوي ما بعرف نسأل أخوي اليوم كل النهار حتى الجزيرة وبسمع بهالأخبار وما زلت متفائلة غريبة وبعدني متفائلة بقى إن شاء الله أنه بالسنوات اللي قادمة. أوكي خلي نقول على اختصاصكم بالأغنية الفن. يعني مثلاً الفيديو كليب قبل 20 سنة ما كان واحد ممكن يتخيل أنه راح يشوف الأغاني بالطريقة الفظيعة يعني أنا متخيلة أنه راح نبعث لكم تصير الصورة والكاسيت عبر الإنترنت لا حفلة يحطوا مثلاً نوال الزغبة وبالفاكس بالفاكس الكاسيت زين أستاذ محمد تقول لنا يعني على أي مستوى ممكن راح يغير القرن القادم من حياة البشرية أو للأحسن ولا الأسوأ حسب توقعاتك؟ والله بكذب عليك لو أعطيك إجابة بس على الأقل في المجال الإعلامي راح تصير الفضائيات بتلف حولهم زي ما بتلف على الإذاعة المحطات بالتالي قصة رقابة وما رقابة وهذا الموضوع انتهى صح فاللي ما يطور إعلامه وما يحسنه وما يقدم بضاعة جيدة تحترم الناس راح يندثر فتصير إذاعات مسموعة وإذاعات مهملة راح تصير تلفزيونات هي مشاهدة وتلفزيونات هذه تباشير أعتقد أنه الكمبيوتر أو الأجهزة الرقمية هذه التكنولوجيا الديجيتال أعتقد هي حتسيطر على حياتنا سيطرة كاملة حتطغي حيصبح التلفزيون والإذاعة وكل المعلومات وكل الحجوزات وكل تحركات الإنسان من خلال الجهاز وقيل أنه هذا الجهاز حيتغير ياخذ شكل لوحه حساسه فقط يعني ما فيش المونيتور والكيبورد أيوة. والكمبيوتر الحالي حيصبح عباره عن لوحه حساسه متصله ربما بجهاز تاشير عليها وبكابل بصري وحتى بالكلام حتخاطبيه لانه هذه بدات الان الاشياء تاخذ فاعتقد حيصبح تقريبا جهاز واحد هو بديل معظم الاجهزه الموجوده الان واخشى انه حيسيطر على حياه الانسان سيطره كبيرة جدا يعني هذا ربما بشكل عام سيطرة إيجابية ولا سلبية توقع. يعني هو أي جهاز أي تقدم تقني له الوجهين الإيجابي والسلبي أي شيء في مجال تستخدميه استخدام صح وفي مجال استخدام سيء شبكة الإنترنت شبكة ممكن استخدامها في المعلومات الثقافية في نقل المعلومات في التخاطب في التعارف في أشياء طيبة في الشغلات الإعلامية الفنية لكن أيضا ممكن الإنترنت تستخدم أحيانا في دخول اختراق شبكات لبنوك أو لشركات أو استخدامات لصوصية في الإيجابي في السلبي منشأت إسرائيل تخطط لضرب القيادة الفلسطينية في تونس وناس اعتبروه مبالغة شو هذا وكذا بعد أسبوع بالضبط وقعت غارة إسرائيل على حمام الشط وضرب القيادة الفلسطينية في 1 أكتوبر 1985 فمن بعض الناس اللي كانت استهزاء صارت انه يا اخي شو بس ما قلت لنا مصادرك شنو كانت معقوله في راسه يعني تلفات لا مش في راسه كانت قراءه في بعض التعليق في الصحافه الاسرائيليه ورصد اذاعي من الصحافه الاسرائيليه جمعت معطيات وقلت الجماعه عمليه استقراء ايه قلت الجماعه عم بيسخنوا الاجواء هذه الصحافه قلت الجماعه عم بيسخنوا الاجواء لضرب يعني. القياده في تونس فهل يقدموا عليها ام لا بعد اسبوع بالضبط ردوا علي زين نبدأ جولة ثانية منك يعني نعكسها شوية بس العكس تماما يعني الكبوة العملية المهنية اللي صارت فيها والله الحمد لله لسه ما حصلتش وربنا يستر أو يعني عمل قدمته وكنت نادم إنك قدمته بهذا الشكل أو يا ريت ما تقدم أو يعني تصير معنا كلنا تصير بس يعني مش معناها أنا معصوم بس أنا إلى حد الآن والحمد لله يعني صارم شوية مع نفسي اشتغلت صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون وجاتني حتى فرص عمل لكن لأني أنا ما لا أحترمها ما اشتغلتش فيها فأنا صارم شوية مع نفسي الأشياء اللي عملتها بعتز فيها الأشياء اللي ممكن أخجل منها لحد لما سويتهاش وربنا يستر زين أنا يعني بناء على جوابك هذا واستقراء مثل ما أنت تستقرأ وناس تستقرأ أخرى يعني لوجوه الجماعة حتى لا تصير الحلقة بها إحراج راح أغير السؤال شوية طب. إحنا كل واحد من عندنا يقعد قدام الكاميرا أو الميكروفون خصوصا على الهواء يخطأ صح أبدأ بنفسي ما راح أبدأ بيك بس أرجع لك فديوم كان عندي نشرة أخبار وبيها طويلة وبيها مراسيم أميرية وبيها شغلات كثيرة فمخبوصة ووصلت لاستوديو متأخرة وكذا بالأوتو سكريبت مكتوب أصدر حضرة صاحب سمو أصدر كلمة أصدر فأنا بنيتي أقول أسعد الله مساكم قلت أصدر الله لا هيك عندي كثير شغلات
ضليت طول النشرة وأني مخنوقة يعني. ممكن أزودك عندي يعني. يلا. يعني مثلا في الجزيرة عوضا نقول مشاهدين الكرام قلت مشاهدين الكبار. صاروا يضل الجماعة يحكوا قلت لهم لا طبيعي لأنه النشرة الساعة 12 ونص فصغار ناموا. لا وعندك تبرير بعد. مرة في البي بي سي قلت أعود وألتقي بحضرتكم بعد 40 ساعة من الآن وهي 40 دقيقة. فلما رجعت الاستوديو واحد قال لي لسه بكير لسه بدري. لا كثير بس أطرف واحدة جاتني من شيء أسبوع كنت نقدم نشرة أنا وزميلنا جديد توفيق طه. فكانت قصة سد في سد فيضاناتك سد وسوف كذا بس كانت سد وسوف متسقة فأنا افتكرتها اسم لاتيني فقريتها سيدو سوف. فبعد ما خلصت عارف قلت كذا سيدو سوف. بعد ما خلصنا وطلع الكذا قال لي توفيق هذه سد وسوف تنزل مش سد وسوف. قلت والله يا أخي خلاص راحت. يلا اثنان لا يرجعان كما يقولون الرصاصة والكلمة. أكيد طبعا خصوصا على الهواء. أنا يا ستي كنت في بداياتي وكنت بقدم أذكر يعني بدي أقدم مباراة إنجليزية وكان في نفس الوقت في بطولة في أمريكا الجنوبية ينقلها التلفزيون باستمرارية كبيرة. هاي حيدر عارفها القصة. فحبيت اتفلسف شوي هذه مشكله المذيع احنا نتكلم على الهواء بصراحه والاعتراف الذنب فضيل. فقلت يعني انا قررت بيني وبين نفسي ان اقول بينما تتتابع مباريات امريكا الجنوبيه حنقدم لكم نحن مباريات اوروبيه. فقلت بينما اول كلمه على الكاميرا كمان يعني هي الكيو مش بس الاولى كانت. فقلت مشاهدي الكرام بينما تت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 
علاقه بالتاء في فمي. فحتى بعض الزملاء احد الزملاء كان مسافر قال لي يا اخي مين المذيع الجديد اللي غلطان هالغلطه؟ قلت له مش انا. اي اني بس وحده؟ هذه اذكرها هذه اهم واحده. يعني ما عدا ذلك اعتقد شوفي احيانا الواحد بيكون الكل، يعني احنا نحكي في الرياضه اللاعب المدرب والحكم والمذيع والمعلم، في الفن اعتقد الفنان موجود عنده. نعم. احيانا في يوم يومك بتكون صح. في يومك صح. بيكون في حاله مزاج، بيكون في حاله في يعني بيكون نعم. احيانا بيكون الواحد يؤدي العمل لا ما اكثرها تصير يعني باي وقت مع شيء اي بشري. انسان شيء. تماما شيء انساني يعني. طبيعي صحيح. هدى عندك شيء تشيل ولا لا؟ هو انا اعمالي الفنيه كلها اللي قدمتها الحقيقه قدمها بدراسه وبعد مرور لجنه عندي في البيت طبعا اي في لجنه عندي في البيت تمر عليها نصوص ما شاء الله خماسيه لجنه خماسيه الله اكبر قول لا اله الا الله حيدر لا يكون بيته برقعه والله ما هدك لما تقول لا اله الا الله فهو في خطا في حياتي بيته برقعه يعني بيت برقعه فصلي وسلم فخطا وحيد هو انه انا تعاملت مع مخرج ما اريد اذكر اسمه وللاسف تعاملت معه ولن اتعامل معه طيله حياتي شو علاقته بالاخطاء اي عمل اشتغلته في يعني في فتره من الفترات واتضح لي انه هو يعني اسما فقط مخرج ولكن ليس له علاقه بالاخراج وهو فقط اسم ينحط على تتر تنزل هو كان في السبب في انه تخطئين لا العمل اللي عملته يعني يفترض انه هو كان راصد له يعني الاداره اللي او الجهه اللي كنت انا عامله معها ميزانيه كبيره جدا لكن للاسف تقسمت الميزانية ولم يصرف على العمل فكنت أنا في الواجهة أمامهم للأسف كان يعني يفترض أن تكون هناك فرقة استعراضية ويكون يعني ستاف كبير عامل معاي وديكورات وأزياء لكن للأسف ما كان فيها شيء فنزل بالأخير اللي ذبحني أنه نزل اسم هذا المخرج على العمل وكنت أنا بنفسي أنا أخرج العمل واقفة على الكاميرا أغني وأمثل وأنا أخرج العمل شاي خدري خدري الشاي خدري عيوني المنى خدرة عيوني المنى خدرة شمالك يا بدر
قاعد مو مضبوط. هيجي الله 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 إيش حالات العمر يا سمرة. الله الله المغنيين اكيد او الفنانين بمجال الغناء مش بالضروره على الهواء ممكن يكونوا ندمانين على اغنيه إيه اكيد على المسرح يعني نحن مثلا إيه؟ الناس عم بتشوفنا مثلا أكيد. كان عندي حفله بعمان وبدي فوت بالاغنيه من برا من خارج الستيج دولة بتحسن موال إيه؟ اوكي هيك بتعرفي قولي بقى اتفقنا انه بدي فوت بولا بيهمني اوكي بدي اقولها بشكل موال وفوت فيها زنوا لي هن نغمه ولا بيهمني فت قلت لهم اصل انت المره دي وحشه انت كنت واقفه بقى صار الموسيقية والكورال شو بنعمل بقى كانت شغله انه وبعدين شلون تصرفتي؟ شلون انحللت؟ غيروا هن دغري هم غيروا؟ اي طبعا انا اغير لا هم اللي غيروا هم غلطانين هي ولا بيهمها ابدا ما عرفت ما هو ال هي كان دندن بيها يمكن نفس النغمه بقى مش كثير فرقت بس اكيد بتفرق بس يفوتوا هن بالموسيقى هن دغري يعني دركوا الامر و لا تقول لي ما عندك انت موقف انا ذكرتني نوال هلا بدي فوت بموال من برات المسرح يعني بيزنوا وبدي فوت من برات المسرح فانا ما سامع صوتي عن بعيد لانه في مسافه بدي فوت فيها كانت اغنيه البلبل بلبل فيها موال قبل بس مش ذاكر وين كنت يمكن باستراليا كنت مش ذاكر وين كنت المهم عبغني انا مش مفتوح الميكرو وعبغني وصرت بنص الموال وانا سامع زني وناطرين يهمني شوي فت بلش في الاغنيه ناطرين الموال هم جماعة اخر شيء قالوا لي انه الموال مش معناه ما غنيته لا انا باخر حفله هلا صارت على العيد فات رئيس الفرقه على الكوليس وقال لي شو الاغاني اللي بدك تعمليها قلت له الخمس اغاني عديتهم قلت له حبيت يا ليل ما راح اعملها راح اعمل محلها طب وانا مالي الخبريه عم تحكي علي يا رامي لانه كل ما بشوف رئيس الفرقه بقول له بدي اخنقك بقى قال اوكي بقى وصلنا لاخر اغنيه قلت له طب وانا مالي فات بي حبيت يا ليل قلت له طب وانا مالي قال لي ايه حبيت يا ليل مع صوت الاصرار ايه وعلى الهوا البروجرام قلت له دبرك بقى اخر شيء كل الليل هو بارم وجه ما بده يشوفني لانه الناس حست انه الغنيه اللي انا بدي اغنيها مش هي بقى بالقفله جيت لعنده قلت له قفله بس انت غنيتي ولا ما نشوف لا بصير الشيء كثير مهضوم بس غنيتي وانا مالي لا غنيت حبيت يلي وعم غنيه وانا كئيب لانه ما بدي غنيه عرفتي كيف خلص بدي غني طب وانا مالي وجوزي قبالي وعم يضحك
يعني عملوا الضرب فيك وهو يقول لي مبلا حبيت يا ليل بدل ما يقول له لا مالي هني يقولوا لي حبيت يا ليل لا بدل هو مو سامعك ولا مصير على رأيه هو لا ما سمع أنا شو قلت له بقى فات فيها من عنده يعني حسيت كأنه هو اللي فات لا بدي ارجع اغني طب وانا مالي زين هسه نخلي حبيت يا ليل ولا طب وانا مالي طب وانا مالي ما عندنا قدميناها بالاستوديو عندنا حبيت يا ليل طب وانا مالي طب مالي بعد هي مصره يعني عرفتي كيف وهيك عملت له لا 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 حتى يشوف ويسمع بقى كل ما بيشوفني بيقول لي خلص يعني سمعوا شوي هو أنا أمان مالي طب مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي مالي طب مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي مالي طب مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي مالي طب مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي بحبك قوي يا عيوني بحبك مهما لموني بحبك قوي يا عيوني بحبك مهما لموني ما يلوموا طب وأنا مالي طب وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي مالي يسلم يسلم الصوت يسلم مش معناتها ما بحب حبيت يا ليل بس كنت مصلتني يومتها على مالي انت قلت لي الموقف المحرج هذا انه ما غنيت الموال او غنيته ما سمعوك ما طلع غنيته وما طلع طب ممكن يطلع لنا موال بلبل طويل كتير يعني نصه تخلص بكره تقريبا يعني. بعد 40 ساعه طويل طويل شو نهار سمعكم اياه على برنامج على الهواء يعني يكون مع فرقه ما عندك موال قصير واحنا نتخيل انه هو هذا الموال اللي كان ما طلع طيب اوكي سمعتيه موال بلبل مش سمعتيه شو ما اقول راح تقولي بلبل سمعكم شوي منه حامل قلبي ومن قلبي عليكن بطل فرح كون همي وبتمنى يهنون الكل حبابي انتو والحقيقة بالأحباب وصوتي ناطر تياخد منكن جواب يقولوا غني غني يقولوا في ال الله يسلم ويوصل الدور لمدام منتهى وتقول لنا الأخطاء اللي تطلع على الهواء عادة شوف أنا ما بتذكر زي محمد وزي أيمن لحنات يعني لأنه هاي كثير بتصير يعني غصب عن الواحد بس بتذكر قبل فترة يعني يعني ما في أسبوعين يمكن رحت على الدوام فقلت خلصت ميك أب عبكير يعني وعندي وقت فاضي فقلت يلا بدي أقرأ النشرة كويس كويس وأزبطها وأشوف فقرأت النشرة ولقيتها يعني كنا صيام 4:30 العصر فقلت هاي النشرة ممتازة خلص يعني هلأ يعني لو أنا مغمضة مش على الأوتوكيو بقرأ هيك على عمين حافظة فطلعت على النشرة أول هيدلاين متغير ثاني هيدلاين متغير ثالث هيدلاين متغير من الأوتو النشرة كلها متغيرة فصرت أصيح أنا على البروديوسر قلت له غسان شو القصة ليش مغير كل النشرة غير خبر غير كلمتين غير واحد من التايتلز ما تغير كل النشرة قال لي والله ما غيرت شيء غيرت بس واحد خلصت النشرة أنا كنت زعلانة منه يعني فرحت على الترمينال تبعي على الكمبيوتر بفتح لقيت حالي هي نشرة 4:30 الصبح يعني هي مستعدة 4:30 يعني هي فرق 12 ساعة 40 ساعة خالد خالد
جديد دائما يكون عنده أخطاء ياما، فما تخشها علينا. أنا ما أبي أتذكر بس كلمة don't jump، كنت بتفلسف في نشرة من النشرات قبل مرة واحدة؟ أي مرة واحدة، خلينا على مرة واحدة. هي مرة من مرات يعني كنت بقول حق الجماعة الجماهير، كانت مسابقة رياضية في التلفزيون في رمضان، أقول لهم أرجو أتمنى لكم توصل الإجابة الصحيحة في المسابقة الرياضية راح نشوفها بعد شوي، فقلت أرجو الاستجابة للإجابة الصحيحة، خربطت وما أدري إيش قلت يعني، ونهيت النشرة وأنا قاعد أقول شو مهبب يعني. فيومها أنا كنت أقول إن شاء الله ما حد شايف نشرتي يعني، ظهر يومها أكثر ناس شايفين نشرة في هاليوم. ساعة الذروة. ساعة الذروة. ازدحام شعر المطاعم. أنا سألتني؟ أجاوب. أنا أصعب موقف كان في تلفزيون. مو أصعب موقف. لا هو يعني فد موقف شو صار لي فوق؟ لا لا صوتي قوي. لا كنت أعلق على مباراة في تلفزيون العراق في كأس العالم أو في بطولة كأس أمريكا الجنوبية، فكانت مباراة المفروض ننقلها على الهواء، حضرت الأسماء وحضرت الفريق وحكام هذا. فهنا طلع على الهواء، كانت مباراتين تجري في وقت واحد، فالمحطة اللي منها كبثت لنا المباراة الثانية فاني على الهواء، فدابها هذول مو فريق البرازيل ولا فريق المكسيك، لا اسمعني، فباو هذول غير شكل، فما أعرف ولا اسم ولا شيء لأنه المباراة محضر أسماء غير مباراة، فعرفت واحد منهم اسمه كارلوس، فهذا كارلوس صار في اليمين وفي اليسار وفي الجنوب. كل اللواعي صاروا كارلوس. لا كارلوس. بس في المباراة ولا ما انتهت قلت أعزائي المشاهدين أعتقد قلت كارلوس يمكن مليون مرة فتعذروني. عندنا أخطاء إحنا مسجلة مواقف حلوة من قناة الجزيرة حضرنا إياها مونتير ممتاز يعني هو زميل قديم وقدير اسمه محمد حسن عباس منتجها وحضرناها نشوفها.